الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم وبهم يا رب العالمين. أما بعد، فما زلنا في استقبال شهر رمضان نتحدث عن فضل رمضان، ونكمل ما كان في الحلقات السابقة فنقول: حدثنا سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك. إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر بأنه عظيم، لأنه لا شهر أعظم منه. وأيضا وصفه بأنه مبارك، لأن البركة فيه تحل على عباد الله آناء الليل وأطراف النهار، على عباد الله الصائمين. إذن وشهر، لا يوجد شهر عظيم أعظم من هذا الشهر في السنة كلها، ويشعر بهذا المسلمون في كل مكان، لأنه ما من مسلم يأتي عليه رمضان إلا ويشعر بعظمة هذا الشهر، بل إن الصيام ربما أتى في أيام شديدة الحر، ولكن المسلم حينما يأتي عليه رمضان في هذه الأيام الشديدة يرى نفسه وقد تقوى وجاءته من الله عز وجل قوة لا يدري من أين جاءت، لأنه كان قبل رمضان لا يستطيع أن يمكث ساعة بدون ماء، لكنه في رمضان مع شدة الحر يرى نفسه على جلد وصبر في نهار رمضان، يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يشعر، وهذا صحيح، بشيء من العطش، ولكنه مع الصبر يرى أن العطش فيه متعة، لأن عطشه عبادة لله رب العالمين. ولذلك كان الشهر عظيما في هذه المعاني، لأنه يقلب المعنى من شدة إلى لين، ومن شيء كان لا يستطيعه الإنسان قبل رمضان إلى ما يستطيعه في رمضان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في رمضان: ليلة القدر خير من ألف شهر. سيأتي لها حديث يخصها، هي ليلة واحدة، ولكن الله عز وجل يعامل العباد بالكيف لا بالكم، هي ليلة ككل الليالي في كمها، يعني في عدد الساعات، إلا أن الله عز وجل يجعلها في العطاء منه إلى عباده كعطائه لمن عبد ألف شهر من الذين كانوا قبل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء عظيم، هذا لا يكون إلا لأمة سيد المرسلين إكراما لهذه الأمة
وتنبيها على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله وأكرم أمته بسببه بمثل هذه الليالي الطيبة. فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر. جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. الصيام فرض والقيام سنة، ومع أن القيام سنة فإننا نرى الناس بفضل الله في ليالي رمضان يجتمعون ويحاولون أن يقيموا هذه السنة كأنها من أعظم الفرائض عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تقرب فيه، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى الفريضة فيما سواه. معنى هذا أن الخصلة من خصال الخيرات المولى عز وجل يجعل ثوابها كثواب الفريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحسنة فيه كالفرض، والفريضة فيه تساوي في قدرها عند الله 70 فريضة فيما سواه. قال صلى الله عليه وسلم: وهو شهر الصبر، يعني شهر تعليم الصبر. فإذا ما وصل الإنسان إلى هذا المعنى وهو الصبر وطرح نفسه في هذا المعنى فكان من الصابرين. قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ثوابه الجنة. وهو شهر المواساة، يواسي فيه كل مؤمن أخاه المؤمن. ونرى الناس في رمضان يحاولون ألا يخاصم أحد أحدا، حتى نرى أن بعض المسلمين إذا كان بينه وبين أخيه ما يسمى بالخصام أو ما يسمى بالعداء قبل رمضان، فإنه إذا أتى رمضان يقول: يا فلان، نحن الآن في شهر الخير، فالذي بيني وبينك أنا أسامح ما كان لي عندك وأرجوك أن تكون كذلك. إذن هذا شهر المواساة، شهر التجميع، شهر يجتمع فيه المسلمون على طاعة الله وتتصافى فيه النفوس وتروق فيه القلوب. وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن، وهذا نراه في واقع الحياة. المؤمن يزيد رزقه في هذا الشهر، إما أن يكون من باب زيادة الكم، وإما أن يكون من باب زيادة الكيف، لأن الإنسان حينما يقنع بالقليل فإنه يخرج من دائرة الكم إلى دائرة الكيف، يعني يرى نفسه قانعا كأنه أخذ الكثير وصار في غنى، كأنه لا يحمل في نفسه فقرا أبدا. وهذا أيضا من الرزق، لأن الرزق كما يكون في العدد يكون في المدد، كما يكون في الحسيات يكون في المعنويات، والرزق في المعنويات أقوى من الرزق في الحسيات، لأن الإنسان ربما زاد رزقه كما وعددا ولكن نفسه لا تقنع فهو فقير، لأنه لم يقنع
بالكم الوفير. ولكن إذا كان في نفسه قناعة فإن هذه القناعة تغنيه، ولذلك الذي يقنع يكون في غنى ويكون في عز، وربما كان لا يملك شيئا من الكم وإنما بنفسه صار غنيا، والمؤمن كذلك. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، يشير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلى أن بداية الشهر تتنزل الرحمات على العباد. لماذا؟ لأنهم أقبلوا عليه، وإذا أقبل العبد على ربه فإن الله عز وجل يقابله برحمته. كصاحب البيت إذا أقبل عليه الضيوف فإنه يقابلهم بالكلام الطيب، وكأنه يخرجهم من حالهم الذي كانوا عليه إلى حال آخر من التوافق والتراحم. والمولى عز وجل أكرم وأرحم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة. لا يصل المؤمن الصائم إلى أواسط شهر الصيام إلا وقد محيت عنه ذنوبه وحطت عنه عيوبه وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن في وسط الشهر يكون المسلم قد صار صافيا، محى الله عنه الذنوب وغفر له ما كان منه من عيوب وصار عبدا صافيا. فإذا ما صار إلى آخر الشهر كان من عتقاء مولاه من النار، يعني صار عتيقا من النار بفضل الله عليه. إذن شهر أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار. ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. معنى هذا أن الفطرة في رمضان يحتاج منا إلى معنى آخر، وهو أن تجعل الذين يصومون من حولك شركاء معك في هذه الشعيرة وهي الإفطار. لذلك كان من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قال الصحابة وهم يسمعون هذا الكلام الطيب الكلام العالي: قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر فيه صائما على مذقة لبن. المذقة معناها يعني القبضة، يعني بقدر ما يأخذ الإنسان شربة واحدة من اللبن، أو يفطر فيه الصائم على تمرة أو شربة ماء. يعني إن كان ممن يملك اللبن وفطر الصائم على مذقة لبن وهي أقل شيء يتعاطاه الشارب، فإن لم يجد يعطيه تمرة، فإن لم يكن يعطيه شربة ماء من أي إناء. ومن أشبع فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وسقاه ربه من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يعني هناك من يفطر وهناك من يطبع، من يشبع
يعني يطعم إلى درجة الإشباع. فمن فطر على أقل الأشياء كان مغفرة لذنوبه، وأما من أشبع فيه الصائم فإن المولى عز وجل يغفر له الذنوب، ثم يكون له في يوم القيامة شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لصيام هذا الشهر الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، قم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.